بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنتعرف على المالتي مود انترفيرنس ديفايس، وهو ديفايس مهم جدا في انتجريتد اوبتكس. فكرة عمل الديفايس مبنية على استخدام ويف جايد بويتس كبير جدا مقارنة بالويف لينس اللي بشتغل عنده. طيب كمان ان قيمة الرفراكتيف اندكس للفيلم كبيرة جدا مقارنة بالسراوندنج ميديا. طبعا ده بيتبعه ان لو انت عملت اي اكسايتيشن للويف جايد باي بلس، هتتحلل البلس لعدد كبير جدا من البروباجيتنج مودز اللي هتنتشر خلال الاستراكشر، وهيحصل بينها انترفيرنس، وعندي مسافات مختلفة خلال البروباجيتنج لنسى تحصل على different forms من الاوتبوت بلس اللي دخلت. ممكن تحصل عليها في نفس المكان اللي دخلت منه، ممكن تحصل عليها ان الباور اتقسمت على 2 بلسز واصبح عندي بدل ما يبقى عندي بلس واحده خرجت 2 بلسز وهكذا. تعال نشوف ايه الاكزامبل الماضي. الاكزامبل هو عباره عن ويف جايد. الويف جايد الويتس بتاعه W والريفراكتيف اندكس NR والطول بتاعه L، والمطلوب انك انت تحصل على شكل الاوتبوت فورم للبلس اللي هتخرج من الاستراكشر فانكشن في الجيومتريكال بارامترز بتاعه الجايد بما فيهم كمان الويف لينس اللي انت هتشتغل عنده. طبعا عشان تحل مسألة زي دي لازم ترجع للكونسبت بتاع المود اكسبانشن ميثود اللي بيفترض ان البلس اللي هتدخل عند الزد يساوي صفر او مدخل استراكشر هو عبارة عن سميشن لمجموعة البروباجيتنج مودز اللي هتنتشر جوه الفيلم الخاص بالويف جايد، وكل مود هينتشر بالويت سي اي اللي هيتم حسابه عن طريق تكامل الحاصل ضرب البلس مع المودز على اساس ان المودز لازم تكون اورثوجونال. بنفس الطريقة قيمة الاوتبوت بلس عند مسافة زد خلال البروباجيشن دايركشن هو عباره عن سميشن للسي اي في الابساي اي، بس هتضيف كمان لازم تضرب في الاي اس ماينس جي بيتا اي زد، والبيتا اي هي البروباجيشن كونستنت بتاع المود. هنا حصل بروسيسنج خفيف ان احنا ضفنا هنا ترم اي اس ماينس جي بيتا زيرو زد، وطبعا عشان يبقى ما اثرناش على المعادله هنضرب في الكونجكت بتاعه بره السميشن. بعد كده في الخطوه اللي بعد كده هنفرض المودز اللي اوريدي هيحصل لها بروبيشن جوه الاستراكشر، وهنا فرضنا ان عندي ايفن مود هيبقى عندي اود مود. الايفن على شكل داله كوساين والاود على شكل داله ساين. طبعا داله الكوساين والساين هنا معنى كده ان احنا اهملنا الايفنتس التيل، وبرده عبرنا ان الفيلد المود اللي هيمشي قيمته هتروح للصفر عند نهايه الفيلم، وعشان نقدر نحقق الكلام ده لازم الكي اي كي اكس او الثابت كي اكس دهوت لازم هيطلع بقيمه اي بلس 1 في باي على W، وطبعا تم التعبير عنده كده عشان يحقق اللي احنا اشرنا اليه ان مفيش ايفانس انتيل، وفي نفس الوقت يربط التو مودز باندكس واحد، الاندكس 0 و2 و4 او ايفن للايفن مود، وقيمه الاندكس ب1 3 و5 للاود مود. طبعا هنكمل الحل وهنبتدي الحل من هيلمهولتز ايكويشن، وعن طريق الهيلمهولتز ايكويشن هو معدل التغير بتاع المود مع الاكس والزد نربطهم بالريفراكتيف اندكس والكي نوت. نقدر نفصل ونحصل على علاقه اللي بتربط كي اكس بالبيتا اي بالكي نوت والان ار، وبفصل البيتا اي في طرف لوحدها وباخذ كي نوت ان ار مشترك تقدر تحصل على العلاقه دي السكوير روت لواحد ناقص القيمه دهيت. طبعا الكي نوت عباره عن 2 باي على لندن نوت، ولو حطيتها هنا هتلاقي لندن نوت طلعت في البسط ودبليو في المقام، وانت عارف ان لندن نوت على دبليو اقل بكتير من واحد، وده من خصائص المالتي مود انترفيرنس، فتقدر تقول ان القيمه دي قليله جدا بالنسبه لواحد، تقدر تفك السكوير روت لواحد ماينس هاف القيمه دهيت، وبالتالي تحصل على البيتا اي بالمنظر ده. الخطوه اللي بعد كده هتروح تحط الاي بصفر وتطرح قيمه البيتا اي من البيتا زيرو فتحصل على القيمه دهيت. طبعا القيمه دي فيها ثابت تم تعريفه اللي هو ال باي عباره عن باي على بيتا زيرو ناقص بيتا واحد، وهو فانكشن في الجيومتريكال بارامتر للمالتي مود انترفيرنس زي الدبليو والان ار واللندن. طبعا القيمه اللي انت حصلت عليها البيتا زيرو ناقص البيتا اي هتحطها في الفانكشن الابساي اكس اوف زد اللي احنا اشرنا اليها في الشريحه السابقه، وبالتالي تحصل على علاقة البلس أو تحصل على علاقة الأوتبوت عند بروباجيشن لينس ال فانكشن في جيومتريكال بارامترز بتاعة الاستراكشر. طبعا في بقية المسألة أعطيك الفقرة بي وطالب أعطيك فيها الجيومتريكال بارامتر ان ار ب 8 والدبليو ب 1 مايكرو واللمدا ب 100 نانو والبروباجيشن لينس 160، وطالب منك تحسب الأوتبوت فيلد عند البروباجيشن لينس 160 مايكرو، وبيزد على البروباجيشن أو بيزد على الأوتبوت تقدر تصنف الفانكشن بتاعة الديفايس. أتمنى تتجاوب ومع الفقرة وتحلوها، وأتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.